يا صباح الخير والورد والسعادة على أحلى وأغلى إخوات متابعين مزرعتك في بيتك من مصر ومن كل الدول العربية. أهلا بيكم وبداية يوم جديد وأول يوم في شهر شعبان المبارك. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسلامة. والنهاردة عندنا أخبار مهمة جدا لكل إخواتنا المربيين والمستهلكين، ولكن قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بإيديكم في التعليقات ويخلوها شاهد لينا يوم القيامة. أي حد عنده أي سؤال يكتبوا لي في الكومنت تحت الفيديو، برد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع. أي حد عنده دورة تسمين، المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد. وقبل ما نقول الاسعار، اخواتنا اللي بيسالونا هنلحق رمضان ولا لا، يا جماعه لسه قدامكم فرصه حلوه جدا تلحقوا رمضان. اللي هيدخل الوقت هيخرج في 3 او 4 رمضان باذن الله، وده توقيت حلو جدا جدا لسحب الفراخ البيضاء في السوق لاخواتنا اللي حابين ان هم يعملوا مشروع وفي نفس الوقت يلحقوا برضو رمضان. اسعار الكتاكيت نازله، اسعار الاعلاف نازله، اسعار الفراخ بترتفع يوم عن يوم يا جماعه، لان الفراخ البيضاء المعروضه في السوق قليله، وكمان السحب النهارده قليل جدا وتقريبا معظم المحلات مقفله. ولكن في الايام اللي جايه طبعا كلنا عارفين مع رمضان ودخول رمضان والكلام ده كله بيحصل سحب وارتفاع قوي جدا في اسعار الفراخ البيضاء. فرصة حلوة جدا لاخواتنا اللي حابين ان هم يشتغلوا، ابدأوا اشتغلوا، ولكن مهم جدا جدا جودة الكتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيه، مهم جدا العلف السوبر اللي حضراتكم بتستخدموه، مهم قوي قوي درجات الحرارة، وحافظوا الايام اللي جاية لان هيبقى فيه نزول وانخفاض في درجات الحرارة وهيبقى فيه رياح وعواصف الايام اللي جاية. مهم جدا الطريقة اللي بتشتغلوا بيها علشان ربنا يعديها للجميع على خير. طيب تعالوا نشوف الاسعار النهارده ونبدا بتنفيذات ارض المزرعه، ونرجع نقول اسعار الكتاكيت والاعلاف والبيض وكل حاجه بتخص المربي النهارده والمستهلك. ولكن ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، بتفتح الابواب المغلقه. ما تنسوش كمان تشيروا الحلقه وتحطوا لايك يا جماعه، اللايك مش هيكلفكم اي حاجه ولكن بجد بيرفع الفيديو وبيخلي ناس كتير تعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه وقت نزول الحلقه. واخواتنا اللي بيقولوا لي انت بتقولي اسعار يا سمر، وبنلاقي اسعار ثانيه تنفيذات غير اللي بتقوليها سواء في اسعار الكتاكيت او اسعار الاعلاف. بصوا بقى بالنسبة لاسعار الاعلاف يا جماعة، كل شركة بتختلف عن الشركة التانية، بتبقى في شركة اعلى شوية، في شركة اقل من التانية شوية، ولكن خلي بالكم من الاسعار اللي احنا بنقولها، هي دي الاسعار الحقيقية اللي مفروض حضراتكم تشتغلوا بيها وتنفذوا بيها سواء اسعار الكتاكيت او اسعار الاعلاف. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة بقى والمهمة جدا، سعر الكتاكيت، السعر اللي انا بقوله بالفيديو هو بيكون التنفيذ في نفس اليوم يا جماعة. يعني حضرتك او حضرتك لو قريبة مني وعاوزة تاخدي كتاكيت من عندي هيكون نفس السعر اللي انا بقوله داخل الفيديو، فاهمين قصدي؟ ولكن اخواتنا اللي بيقولنا عندنا الكتكوت ب 37 وب 36، ما فيش الاسعار دي خالص يا جماعه، ما فيش والله الكلام ده خالص. الكتكوت الابيض نزل، الالوان بجميع انواعه نزل، البط بجميع انواعه نزل، يعني خلي بالكم محدش يضحك عليكم، ومهم قوي جوده الكتكوت. طيب تعالوا بينا نشوف الاسعار، ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى. البط البلدي ارض المزرعه 140 جنيه، والمحلات 150 جنيه للكيلو، المسكوفي ارض المزرعه 130 والمحلات 140 جنيه للكيلو، المولر ارض المزرعه 120 والمحلات 130 جنيه للكيلو، الفرنساوي ارض المزرعه 110 والمحلات 115 جنيه للكيلو، البكيني ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 140 والمحلات 150 جنيه للكيلو، الروم الابيض ارض المزرعه 130 والمحلات 140 جنيه للكيلو، اما عن الارنب 105 ارض المزرعه والمحلات 115 جنيه للكيلو، احمر بياض ارض المزرعه 77 والمحلات 87 جنيه للكيلو، ابيض بياض ارض المزرعه 68 والمحلات 78 جنيه للكيلو، أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة أرض المزرعة 70 جنيه والمحلات 80 جنيه للكيلو، السمان أرض المزرعة 65 والمحلات 75 جنيه للجوز، الحمام البلدي أرض المزرعة 110 والمحلات 130 جنيه للجوز، البلد الحر النهاردة أرض المزرعة 115 والمحلات 125، النهاردة الفيومي والرز ارتفاع من جديد 110 أرض المزرعة والمحلات 120 جنيه للكيلو، اما عن الساسو النهارده ارتفاع تاني 110 ارض المزرعه والمحلات 118 جنيه للكيلو. ارتفاع جديد للفراخ البيضاء النهارده، المعلن 93 والتنفيذ الفعلي ارض المزرعه 92 والمحلات 100 جنيه للكيلو، والمحافظات الكبيره 102 جنيه للمستهلك. اما عن اسعار البيض النهارده، الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 147 جنيه والمحلات للمستهلك 150، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 149 والمحلات للمستهلك 153 جنيه للطبق.
أما عن البلد النهاردة من التجار للمحلات 145 والمحلات للمستهلك 150 جنيه للطبق. أما عن أسعار الأعلاف النهاردة وفيه نزول تخطى 2000 جنيه في الطن الواحد، والنزول ده مسمع في السوق. الطن بيتراوح من 28 لل 30 ألف جنيه النهاردة. أعلى عبوة علف النهاردة قطاعي في المحلات 705، بادو سوبر 700، نامي 695 ناهي، والكيلو قطاعي في المحلات من 31 ل 32 جنيه الكيلو. أسعار الرد النهاردة العبوة 40 كيلو 575، والكيلو قطاعي في المحلات 22 جنيه. الذرة العبوة 25 كيلو 465، والكيلو في المحلات 19 جنيه. ثبات الدقيق النهاردة العبوة 25 كيلو 625، والكيلو قطاعي في المحلات 24 جنيه. المكرونة العبوة 10 كيلو 280، والكيلو قطاعي في المحلات 30 جنيه. رز بلد عريض العبوة 25 كيلو 800 جنيه، والكيلو قطاعي في المحلات 33. رز بلدي رفيع العبوة 780 جنيه، العبوة 25 كيلو، والكيلو قطاعي في المحلات 31 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت النهاردة وفيها نزول حلو جدا، فرصة حلوة جدا لإخواتنا اللي عاوزين يشتغلوا ويلحقوا رمضان يبدأوا إن هم ينزلوا الكتكوت. مهم جدا جدا جودة الكتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيه، مهم قوي الطريقة اللي حضراتكم بتشتغلوا بيها علشان ربنا يعديها على خير. البط الشروفان 19 جنيه، البط المسكوف الار 41 34 جنيه، مسكوف الذكور 40 جنيه، بيور النهارده 27 جنيه، البط الفرنساوي 17 جنيه، المولار 30 جنيه، رزي فرز ديوك 15 جنيه، رزي برابر 11 جنيه، رزي على وشه 13 جنيه، بلد حر النهارده 6 جنيه، بلد الهجين 9، والفيوم البلدي النهارده 7 جنيه، السمان بادئ من 4 ل 10 جنيه على حسب العمر، الكتكوت الرومي البرونزي 45 جنيه، رومي بلدي 45 جنيه للكتكوت عمر يوم. اما عن الجميزة اللي سألتونا عليها 15 جنيه، الساسو 14 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض النهاردة نزول حلو جدا 3 جنيه للكتكوت، الاهالي 30 جنيه والشركات 33 جنيه. وقلنا فرصة حلوة جدا علشان تلحقوا رمضان، ابدأوا اشتغلوا بجودة كتكوت عالية، اشتغلوا بالاعلاف السوبر، اهتموا جدا جدا بدرجات الحرارة والتهوية والفرشة النظيفة، ان شاء الله ربنا يعديها للجميع على خير. اشتغلوا انتوا بخير في كل احوالكم، السوق طالع، السوق نازل، ما علينا غير السعي والتوفيق اكيد بيكون من عند ربنا. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، ودي كانت حلقتنا، اتمنى تكون نالت اعجابكم. لو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. شكرا لكل اخواتنا من مصر، شكرا لكل اخواتنا من الدول العربيه، بحبكم جدا في الله. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير.